كده احنا بينا خرفان ملناش اي دية. لما تبقى تهددت ان بس تفتح للمعونات تخش البلد وانت تقول لهم حاضر، فتروح ضارب مستشفى كاملة تموت 800 ولا 900 واحد اطفال وامهات، امال مين اللي عارف يوقفك؟ يعني مين اللي بجد اللي عارف يوقفك؟ محدش قادر عليه، محدش عارف يقول له لا. كل الدول دي اللي عماله وتبرعات محدش عارف يقول له لا، يقول له لا، ده محدش عارف يخش له اصلا. انا عارف ان الحوار اكبر مني ومنك ولازم تحط خطه وكل الكلام ده، بس في وقت ما ينفعش نحط خطه، كل ثانيه واحد بيموت، واحد الافات بتموت.